حدش يتكلم مثلا حكيم عن ان الاجنبي اهم ما يميز نادي الزمالك اجنابه، اشرف بن شرقي وزيزو. استاذ. نعم استاذ. اشرف بن شرقي وزيزو اهم ما يميز نادي الزمالك. والباكين طبعا حمزه المسلوسي واحمد فتوح. احمد ابو الفتوح. وبالتالي انا كمدير فني للنادي الاهلي اول حاجه هفكر فيها ايه؟ اقفل لهم دول. هقفل الاجناب بالطريقه اللي انا شايفها مناسبه عشان بعد كده اقدر اهاجم واجيب جون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. انت لازم تهاجمهم. محدش اتكلم في النقطه دي خالص. طب حد اتكلم في نقطه مهمه جدا اللي حضرتك اتكلمت فيها يا كابتن. اللي عمله يوم وسامين في الماتش، حد قال لك مثلا اخر 48 ساعه الراجل ده درب الفرقه وفاجئ الناس بمحمد شريف مثلا؟ محدش متكلم ان كانت الثلاثه دول في ماتش الاسماعيلي والماتش اللي بعده ما كانش بيلعب محمد شريف. هو ايه اللي عمله موسيماني في الماتش؟ اتحدى حد بعد الماتش يتكلم عن الموضوع ده خالص. قلت هو عارف قوه الزمالك فين؟ في الطرفين. انا هسيبكم الطرفين بس هواجهكم بمين؟ باقوى اثنين عندي، ايمن اشرف واكرم توفيق، هخليهم يقفلوا عليكم وانا همسك نص الملعب. الخمس اهداف بتوع الاهلي يا كابتن بدايتهم من منطقه العمق مش من اطراف. لانه فضل الطرفين انت عايز تلعب عليهم اتفضل جهد العب بيهم، بس انا هواجهك باثنين دول. وبالمناسبه برضو في الكلام، لانه الكلام ده مهم جدا، هو ليه لعب عمر السعيد عشان ولا كوره ليه؟ ايوه ما هو ليه؟ عشان الاجنحه. عشان الاجنحه افضل حاجه. وبالتالي انا كموسيماني، انا كمدير فني فكرت ودرست وشفت نادي الزمالك وعملت وطبقت قفلت على الاجناب. وبالتالي الناس كانت شايفه ان عمر السعيد من الناس المش كويسه في نادي. لا مش انا قفلت بس يا كابتن، انا قفلت وطورت نفسي ان انا مش هلعب بطريقتك، انا هلعب بطريقتي انا، ان هيبقى عندي عمرو السليه وديانج هيدافعوا وهيلعبوا يكملوا مع قفشه مع بيرسي تاو وشريف، هيدخلوا الاثنين في العمق وهنلعب كله من جوه وكله هيروح صح، وهسيب لك الطرفين بس انا هحط لك مين في الطرفين؟ علي معلول وراء ايمن اشرف وحمدي فتحي هيقوم بعمل التغطيه كقلب دفاع تاني. تمام. والناحيه الثانيه اكرم توفيق وفي ظهر بدر بنون وحمدي فتحي هيقوم بعمل التغطيه سواء هنا او هنا على حسب الكره ما جايه. فدي لعبه، دي فكر مدرب. انا بوجهه نظري موسيماني ده اعلى ماتش عمله فنيا.